أمة الإسلام، لا شك أنه كلما دخل فصل الصيف يروج سوق المنكرات، وتذوب ويذوب جليد المرؤات، وتنتشر الرذيلة وتذبح الفضيلة، والعياذ بالله. حال كثير من الناس والله المستعان، حال كثير من الناس والله المستعان، الانغماس في الملذات والجري وراء الشهوات، خصوصا مع ركون كثير من الناس في فصل الصيف إلى الراحة والاستجمام، وأضف إلى ذلك الفراغ إذا وجد له قوة الشباب، وكذلك الأموال التي قد يدخرها بعض الناس لأجل قضاء عطلته فيصرفها في غير مرضاة الله جل وعلا. على حد قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، إنه امتحان نمتحنه يا عباد الله كلما حل علينا فصل الصيف والله المستعان. فمن حرص على النجاة فيه واقتفى أثر سلف الأمة الصالح الذين كانوا يسعون إلى الأعمال صلاح الأعمال وكذلك الأحوال، وإلى عمارة الأوقات بصالح الأعمال وكذلك الأقوال، نتأسى بهم وننظر كيف مروا على هذا الامتحان العظيم عباد الله، لعلنا نكون منهم أو نتشبه بهم يا عباد الله. سلف الأمة هممهم عالية، هممهم في المعالي أمة الإسلام. إذا حلت المواسم التي يضعف فيها الثواب، المواسم التي تجاهد فيها النفس على عبادة الله جل وعلا، فهم السباقون، هم المسارعون إلى الخيرات. صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر عنه أنه كان لا يصوم في الشتاء بل يصوم في الصيف عباد الله، وهذه امرأة من الصالحين كانت تتحرى الأيام شديدة الحر فتصومها، فقيل لها في ذلك قالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، وكل هذا عباد الله إنما هو من علو الهمة. هل يستوي هؤلاء وبعض أبناء زماننا الذين ضيعوا أوقاتهم ولا يبالون بأعمالهم، تركوها حتى صارت هباء منثورا، تجد الواحد منهم كالسبهلل طيلة العام لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فإذا حل الصيف فكأنما نشط من عقاله، فلا يبالي بأي فعل يفعله أو قول يقوله، يتعدى الحدود ويتعدى المحرمات ولا يبالي بذلك يا عباد الله، خصوصا كما قلت في هذا الفصل الذي اعتاد فيه كثير من الناس أنه الفصل الذي تفتح فيه الشواطئ نار العبث بالأعراض، الفصل الذي تمر فيه الليالي ذوات العدد تحيا بمزمور الشيطان، الفصل الذي يكثر فيه السفر إلى بلاد الكفر لأجل معصية الله وغير ذلك من المظاهر السيئة التي يعلمها كثير من الناس. ولا تخفى يا أمة الإسلام والله المستعان، حري بك يا عبد الله أن تتقي الله جل وعلا، وأن تعتبر في هذا الصيف، وأن تحذر من اعتياد الشواطئ والمتنزهات التي لا يراعى فيها أدنى شيم الأخلاق وقيم الفضيلة، احذر منها يا عبد الله، احذر منها أشد الحذر، وإياك، فإن الأمر يتعلق بدينك، فاحذر أن تموت على سوء خاتمة والله المستعان. نعم أخي المسلم، دين الإسلام لا يحجر عليك، ابحث عن الأماكن التي هي أماكن استجمام وراحة ليس فيها معصية ربك سبحانه وتعالى، وإن كانت قليلة، حتى تجتنب الوقوع في مهاوي الضلال ومراتع الرذيلة. أمة الإسلام، نحن نؤمن وندري بجنة ونار، ولكن الذي يؤسف له لا لهذه نسعى ولا لتلك نحذر. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يطهر أنفسنا وأن يجعلنا من المعتبرين المستبصرين. إن ربنا لسميع الدعاء.